استدارة النادي الاهلي ونائبة البرلمان، طبعا برحب بيكي في البداية وببارك لك على البطولة وباركنا في بطولة السيدات، بنبارك كمان في بطولة الرجال. مجهود مميز كالعادة من مجلس الادارة، تنظيم بطولتين في وقت قليل جدا، ده بيمثل لنا ايه كعضو مجلس ادارة النادي الاهلي دكتورة؟ مبروك لينا كلنا، قناة الاهلي ايضا جزء مشرف جدا من هذه البطولة. احب اقول مبروك لجمهور النادي الاهلي كله، ولكن احب اشكر زملائي محمد الجرحي ومحمد الضماطي على بطولتين الحقيقة غاية في الاناقة وغاية في الاهتمام بكل تفاصيل التنظيم. فعلا فخورة بيهم، كان اول مره يكونوا متواجدين في مجلس الاداره، ولكن اثبتوا يعني ايه شباب النادي الاهلي يقدروا يقوموا بالمهمه. احب اقول ان احنا يمكن دي مش اول مره علينا، ولكن المره دي فرحه الحمد لله، فرحتين بطولتين ورا بعض. الاهلي دايما بيتوج بافريقيا، ولكن على ارضنا احلى بكتير، واحنا سعداء جدا بده. لو بنتكلم على الجمهور المميز كالعاده والمسانده المستمره من النادي الاهلي، بتشوف التركيز مع الجمهور وحضوره المميز ده ازاي يا دكتوره؟ الحقيقه انا صورت الجمهور النهارده لاني كنت سعيده جدا بيه، وحطيته حتى على وسائل الاعلام بتاعتي. كنت فخوره ان هم ملتزمين بقواعد اللي احنا كنا متفقين عليها، لان حضرتك شايف اكيد النهارده اللعب بجمهور حاجه تانية خالص، وبتدي دفعه قويه جدا للعيبة. اتمنى نرجع لده في الكوره، واتمنى نقدر نكون على قد المسؤوليه. تواجد الجمهور، الجمهور ده لازم فعلا يكون مسؤول، وانا كنت سعيده بيهم النهارده. يعني حاجتين ثلاثه بصات عملهم، بس المره الجايه ان شاء الله تكون احسن واحسن باذن الله. اصابه احمد قطبي يمكن احزنتنا بشكل كبير جدا، بتشوف اصابه احمد ازاي والتعاطف الكبير مع الجمهور مع مجلس الاداره ومع الجهاز الفني بتشوفيه ازاي يا دكتوره؟ هو فعلا كرم النهارده، ولكن ده مش تكريم شرفي، هو فعلا كان السبب ان احنا وصلنا للنهائي، وادى كتير جدا في الفريق، ويمكن النهارده فعلا لو كان لعب البطوله كان هيبقى هو افضل لاعب. بشكره على ادائه، بشكره على التزامه ان هو يكون مع الفريق لحد اخر لحظه، وشفت مشاعر كبيره جدا من كل اللعيبه حواليه. فالحقيقه انا بشكره على وجوده، وبقول ان شاء الله يقوم بالسلامه ويكمل معانا البطوله اللي جايه. وهو ده النادي الاهلي، كل واحد يعني بيقوم بدوره، ولكن بيستمر لحد النهايه حتى لو حصل فيه مشاكل. لو باخد رساله من دكتوره رانيا لابطالنا في الهاندبول في الرجال والسيدات، البطولتين القادمين ان شاء الله يكونوا من نصيبنا. دكتوره نعلوني ممكن تقولي سيدات ورجال النادي الاهلي؟ هقول خلاص يعني احنا كده ماشيين ان شاء الله في اتجاه البطولات، في كل البطولات ان شاء الله، في كل اللعبات ان شاء الله نحضر ونهنيهم زي ما هنينا الكره الطايره انسات ورجال. نتمنى ان شاء الله نهني كره اليد باذن الله قريبا. شكرا جزيلا، ميرسي. كل الشكر والتقدير من جديد للدكتور العنواني، طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي والنائبه في البرلمان. الحقيقه طبعا يمكن تصريحات مميزه ورائعه كالعاده من مجلس اداره النادي الاهلي على الاشاده الكبيره والتنظيم الكبير، والاشاده ما بنتكلم عليها كابتن هيثم دي بتعود من رؤساء البعثات، والاشادات الكبيره جدا اللي بتصل للدكتور عمرو علواني طبعا رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وايضا كمان مهندس محمد الضماطي والمهندس محمد الجرح. ان شاء الله باذن الله خلال الفتره القادمه بطوله الهاندبول رجال وسيدات هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره تكون ايضا من نصيب النادي الاهلي، وكالعاده والكلمه طبعا اللي بنكتب بيها طبعا الاهلي اسطوره كل يوم بطوله. عوده ليك يا كابتن هيثم السعيد. شكرا جدا زميلنا كريم احمد، لقاءات مع